زوجته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نورا يا قدوس يا نورا خدا شب جمع یا گناہگار بندہ روز روز ہے اربعین حسینی ہے اے خدا سید الشہداء کا واسطہ اس گناہگار پر اپنی نظر کرم عنایت فرما آبرو نہیں ہے تو نے خود کہا ہے کہ گناہگار کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی اے اللہ یہ زبانوں سے گناہ انجام دیا یہ نگاہیں یہ آنکھیں گناہگار ہیں یہ کان گناہگار ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته
وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء قلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا
الأسرى. خداي نا واتو پر رحمت نازل فرا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم وفق بال عذري وارحال شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني بلن دعواس پڑھیں يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم الهي بني رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي يا ابني الابتداء من كرمك وسالف برك بي يا الهي والسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عويت أو تسلم على البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حمت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طايعا وشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رحيم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلايا الدنيا معقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء مكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء
وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي يا ربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها غديد الأملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث الخدا، يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع مع عذاب غاد معصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا مهملا لرحمتك ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟
أم كيف يحرقه ليبغى وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزره زبانيتها ويناديك يا مربى أم كيف يردو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيا ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من أخلاق معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الهي وسيدي بالجلق فاسالك بالقدره التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبتها عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم كل ذنب أذنبته وكل قبيح وكل جهل عملته كتمته وأعلنته أخفيته وأظهرته وكل سيئة نمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير نزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا رب إلهي نعبده برحمة هذا الفرمان يا يا إلهي
نفسي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي صدها نفر کربلا میں موجود خدا جا نہ سکا عربین حسینی کے لیے لیکن میرا مالک اسی حسین کا واسطہ دے کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کر رہا آبرو نہیں ہے خدا کہ تیری بارگاہ میں اپنی کسی چیز کا وسیلہ دوں اے اللہ اس وقت کا واسطہ جب میدان نینوا میں حسین یہ کتنا اپنی غربت پر آنسو بہا رہا تھا یا ابطال الصفا و یا فرسان الایجا مالی انادی کم فلا تجیبنے خدا پہ غربت حسین کا واسطہ اے الہی اس وقت کا واسطہ کوئی نہ تھا کہ جو غریب زہرا کی مدد کرتا بس ایک بہن تھی جو ایک بلندی سے کھڑے ہوئے پسر سار سے کہہ رہتی ہے پسر سار تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجا یا سوا ہو رہا ہے کوئی غم نہ دے سوائے غم اسے کوئی وہ منظر نہ دیکھے جو نوک نیزہ پر زینب نہ دیکھا تلواریں چل رہی تھی نیزے چل رہے تھے اٹو اٹو علی کی بیٹی آ رہی ہے خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے میدان نینوا میں دیکھا وہ شمر جال سنا لا صدرے شمر سوار ہے ہاتھ میں خنجر ہے حسین کا سوکھا گلا ہے اے خدا اسی وقت کا واسطہ دے کر کہ تجھے پکار رہے ہماری آوازوں پر نظر کرم فرما یا رب یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأرادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا
يا رب خدایا ان مؤمنین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا رب قوم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين واسرع اليك في البارزين واشتاق الى قربك في المشتاقين وادنو منك ادنو والمخلصين واخافك مخافه الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن ارادني بسوء ومن كادني فكيد واجعل لي من احسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزله منك واخصهم زلفه لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لا يجارا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك وقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجدي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناياي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع رضا بلند آواز يا رضا يا سريع اغفر لمن لا فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء وذكره بمرض شفاء بكنيسه يا